السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ازي فضلتكم الشيخ؟ رد السلام ردا وافيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. استأذنك يا شيخنا، توكيل البنت اللي خالها في كتب الكتابة هل يجوز؟ أبوها على قيد الحياة أم لا؟ لا متوفي، بس أعمامها موجودين. أعمامها موافقون أو رافضون؟ يعني ممكن على مضض. لا، إذا أعلنوا عن موافقتهم على توكيل الخال لا بأس، إذا لم يعلنوا فهم أولى بأن يعقدوا لابنة أخيهم. يعني ده واقف على إعلانهم يعني؟ وطبعا موافقتهم لأنهم العصابات. إنما لو رافضين لا يجوز. طبعا طبعا. اسأل. حكم صلاة الرجل بسروال ممزق من عند ركبته، صلاته جائزة مع الكراهة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. مولانا، أولا مولانا أنا أحببك الله جدا. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يعزك ويكرمك يا رب، ارفع قدرك في الدنيا والآخرة يا رب. ولك بمثل، والسامعين والسامعات. كنت بقول لك مولانا، أنا حضرتك أنا دلوقتي طالب في الكلية لسه بمتحن. أنا خلصت 5/8 ان شاء الله. ان شاء الله. انا بس بدينك يعني ممكن اجي اجرك؟ انت بتمتحن الثانويه؟ لا كليه. والله تيجي تزورني تشرف، لكن انا ما عنديش وقت للجلوس مع احد، يا دوب على قدر الحاجه. تشرف تتغدى معنا، نكلف من معلش بس انا يعني كنت عايز بس اشتري من حضرتك كتب. تشتري مني؟ لا، نهديك ببعض الكتب. الله يسلمك. السلام عليكم. يعني ممكن اجي لك ان شاء الله يعني بعد الامتحانات؟ تشرف في اي وقت، تيجي في اي وقت. لكن انا قلت لك حتى يعني مجالسي الطويله ليس عندي وقت المجالس الطويله. طلب الضيف يقضى وياخذ حق الضيف. والسلام عليكم. لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، اتفضل. معلش دلوقتي في سؤال، في احنا سافرنا من بلد كل الشباب اللي فيها مسافر ايطاليا. ايوه. وطبعا كل ما واحد بيجي من اجازه طبعا بسلم عليه، انت بتشتغل ايه هناك؟ يقول لي انا شغال في مطعم. كل المطاعم فيها على لحم الخنزير والخضار. طبعا كل ما اكلم في حد في حته جزئيه الحلال والحرام يقول لك احنا ما بناكلهاش، احنا بنقدمها لغير المسلمين، و ثلاث ارباع البلد بقت لا يجوز هذا العمل. فمعلش يعني لا يجوز ان تعمل في طهي الخنازير وتقديم الخمور للزبائن. النبي عليه الصلاه والسلام
لعن في الخمر 10 أصناف، حاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها، 10 أصناف. السلام عليكم. والخنزير محرم، الخنزير محرم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. يقول: لو ضحيت على الميت هل أشاركه الأجر؟ أنت مأجور، لكن كم قدر الأجر؟ الله أعلم. هناك كثير من الأحاديث الصحيحة التي تدل على كفر المصر على المعصية، مثل: لا يدخل الجنة نمام، لا تدل على الكفر. كيف فهمت أنها تدل على الكفر؟ لا يدخل الجنة لا نمام لا تساوي كافر، إنما قد لا يدخل جنانا معينة وقد لا يدخل مع الداخلين الأولين. صيام أيام التشريق لا يجوز وحرام عند العلماء إلا إذا كنت حاجا ولم تستطع أن تهدي لعدم وجود المال معك، أو كنت ممن عليهم صيام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اتفضل. الله يسلمك. لو واحد قال لزوجته عليه الطلاق بثلاثة ما انت مركبة وسيلة. عليه الطلاق بالثلاثة ما هي مركبة وسيلة. طيب أنت سألتني عما قليل وقلت لك إذا أراد أن يرجع فله أن يكفر، عليه أن يكفر كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين ويسمح لها، وإن أراد الإبقاء على يمينه فأنا أستحب له ذلك ألا تركب وسيلة، وأحب له أن يستكثر من النسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. يعني هو الحكم الوقت يا شيخ اللي هو يكفر عن يمين ويسمح لها عادي، ممكن إذا أراد ذلك، إذا أراد ذلك. مرته وهي مصممة. القول قول الرجل عندكم ولا في قول المرأة؟ هي بتقول كفاية اثنين، عايز تتجوز اتجوز. خلاص اتجوز جزاه الله خير. طب في سؤال ثاني يا شيخ، البنوك الإسلامية حكمها إيه؟ البنوك شأنها واحد. يعني كله ربا. السلام عليكم. تجسس على زوجتي فوجد مكالمات خارجية، هو جاسوس عمله محرم، هو يعني خالف النصوص فوقع في البلاء. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. بقول لحضرتك عايز اسالك سؤال، يعني واحده ارمله، يعني ارمله ايوه ممكن تجوز نفسها خصوصا في غربه يعني في السعوديه، يعني تزوج نفسها؟ ايوه. يزوجها المأذون الشرعي، السلطان ولي من لا ولي له، أما كل يوم هي تنتقل من رجل لرجل دون أن تسجل الزوجات، وإذا ماتت كيف سترث وكيف ستورث؟ أيوه يعني هي عشان في غربة وكده وما لهاش حد برا، يعني ممكن يعني تتجوز بدون إذن ولي؟ الولي بالهاتف، يزوجها بالهاتف. بالهاتف؟ أيوه يزوجها. يعني يدي موافقته يعني؟ أي يقول خلاص أنا موافق، زوجتك موكلتي. طب ولو الولي ما وافقش، يكون اخ اصغر منها، نسالها لماذا لا يوافق، لماذا لم يوافق الولي؟ لو اعتبار ان ابدى سببا شرعيا لا نتعداه، ان لم يبدي سبب مش مناسب مثلا، خلاص اسمع كلامه. ولو بقى راحت متجوزاه، هو انت دلوقتي ما لعابه كده بهذه الطريقة، كل يوم تتزوج رجل وتنتقل من رجل لرجل دون تسجيل، وكلما أعجبها رجل قالت زوجتك نفسي. اتق الله في أنفسكم شوية. ربنا يبارك فيك. زمزم لما شرب له سنده ضعيف، هل يجوز للفتاة تعلم الفروسية في اسطبل نسائي؟ ليس هناك ما يمنع، لكن على كل ليس هناك ما يمنع.
هل يجوز التيمم بالحجر؟ التيمم بالحجر هذا قول مرجوح، والأرجح التيمم بالتراب. أكرر مرحبا بك يا دكتور عبد الغني، بارك الله فيك يا أختي هبة. نصيحة للأخ يواجه صعوبة في حفظ القرآن، يجتهد ويواصل، استعينوا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. اللي حبك في العام شو مصطفى الله. حبك الله. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، يعني نفهم بس يا شيخنا المسألة دي إن هي مختلفة عليها جدا، مسألة الأذر في الشحن. مسألة إيه؟ الأذر في الشحن. أيوة، لما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، العذر بالجهل. أنا سمعت منك يا مولانا الفكر دوت، أنا عايز أفهم من حضرتك إن هي كانت، طب الوقت يا شيخنا الوقت كان الوقت عاد فيه رسل. أنا أسألك سؤالا بغض النظر عن الاستدلالات، الاستدلالات قدمناها مرارا الحمد لله. الاستدلالات أولا يعني من باب عدم التقدم بين يدي الله ورسوله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. حديث الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني فلئن قدر علي ربي ثم ذروني في اليم فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. لكني أسألك سؤالا أنت الآن، إذا أنا سألتك سؤالا عقديا ولم تعرفه، أعذرك بالجهل أو أحكم عليك أنك كافر؟ يعني الآن هوجه لك سؤال عقدي. لا أنا عايز أفهمها منك يا شيخ. أنا بسألك سؤال الآن، الآن لو أنا وجهت إليك، وجهت لك سؤالا في العقيدة. تمام. صلب العقيدة. وأنت طبعا مش عرفت. وأنت لم تعرف، هل تكون كافر؟ ولا تتعلم ولا أم أعلمك؟ ستعلمك. أعلمك، الأفضل أن أعلمك، حذرناك بجهلك. الفلاح المسكين الذي في الحقل طول اليوم. تمام. الفلاح المسكين هل يجب عليه حفظ القرآن أو لا يجب؟ يعني هل يجب حفظ القرآن على أحد الأمة؟ الفلاح المسكين الذي في الحقل يعمل ويكد ويجتهد ويحفظ على الفروض الخمس ويشهد الشهادتين ويعرف أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. يعني هل هذا الرجل إن صدرت منه أفعال كفرية لجهله، هل نحكم عليه بالكفر أو يعلم؟ مشكلة إن الذين يقولون بعدم العذر بالجهل هؤلاء يرتبون، يجعلون الطفل الصغير يفتي في أخطر القضايا وهي قضية الكفر والإيمان. فلان كافر، فلان كافر، فلان لا يعذر فهو كافر، فلان، وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله. السلام عليكم. الحمد لله. وفيك اختي بتقول ان هي بتشوف عفاريت. نعم او حاجه زي كده، بتشوف عفاريت في البيت. تقرا سوره البقره. هي تقرا كل يوم وحافظ القران ومظبط تؤذن في البيت. بصراحه انا فاهم. طب زي ما هو يعني موضوع الكثره، الحاجات اللي بنشوفها دي يعني ده فعلا موجود بالكثره دي؟ الجن يعني؟ انا لا انكر وجود الجن، انا عارف ان الجن موجود، ولكن انا اقصد الحالات اللي بس نسمع عليها السحر الكتير قوي ده اللي بيبقى عن حد. والله يا اخي الكريم ليس كل ما يقال يصدق. نعم. ليس كل ما يقال يصدق. وبعدها اصلا هناك بعض الامراض كما يسميها الاطباء، اطباء النفسيون واطباء الامراض العصبيه، يقولون هوس، هوس بصري. هوس بصري يعني ممكن تتخيل لك اشياء وانت لا ولا، ويعني من جراء البصر. هي بتقول ان هي بتشوف رؤى مزعجه
لا الرؤى ما فيش مش تعوز نفسها، الرؤى من الشيطان. الأحلام عفوا، الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الفاسدة من الشيطان. السلام عليكم وحفظك الله ربي يا أنار، وجزاك الله خير يا أيمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في يعني أب عنده 10 أولاد، 4 متزوجين و6 غير متزوجين، في مراحل تعليم مختلفة من الجامعة للروضة يعني. فهو كان أعطى أولاده الكبار عصايا بعد ما تزوجوا، هل يجب أن يعطي الآخرين أم أنهم في غير احتياج الآن؟ لا يجب عليه أن لا يجب عليه الآن. يعني على سبيل المثال شخص عنده بنت في سن الزواج، تقدم لها الخطاب ومريد الزواج فزوجها وتكلفت، ولها أخت في الحضانة أو في المهد، هل يلزمه في نفس التوقيت أن يعطيها؟ لا يلزمه. لكن الكبار متزوجين بالفعل، يعني اخذوا زواجاتهم واخذوا بياخذوا مرتبات شهريه كمان منه، دي كمان عطيه زياده عن المرتبات. أنا اقول لك يا اختي، في الاصل ان كانت امور تحتاج الى عدل يعدل، يعني اذا الامور، اما الهبات المسببه لا يجب العدل فيها. أهلها يمنعوها من الزواج بعد وفاة زوجها وتزوجت مرتين لكن انفصلت، هل يجوز أن يكون الولي المحامي؟ المهم بأنني إذا سجلت عند المدون سينقطع معاشي، ينقطع المشكلة. ها؟ الذي يقبضه لي أخي، والناس يعلم أخي المعاش قليل جدا 600 جنيه، ولماذا تسرقين الدولة؟ النظام أنك إذا تزوجت الزوج متكفل بك. فخلاص انتقل المسؤولية إلى الزوج الجديد، فلماذا تستمرين في سرقة الدولة وسرقة المال العام؟ نحن لا نجيز سرقة المال العام، وإذا زوج على سنة الله ورسوله. بارك الله فيك. السلام عليكم. لو الزوجة رفض الإنجاب تقول تعبانة، ما الحكم؟ إذا كانت مريضة خلاص المريضة لا اسم عليها، لكن بعافيتها وتحرم زوجها من الإنجاب تأسم. السلام عليكم. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، لا يصح يا وليد. يقول إيهاب بن منصور، ماذا يقول إيهاب بن منصور؟ أحزنه حرص الناس على كرة القدم أكثر من الصلاة والمساجد، وأحزنته الدوشة التي تحدث. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، قطيع ضل من البشر والعياذ بالله يسير في طريق الضلال. إن حاولت أن استطعت أن تنقذ، أنقذ من استطعت. حسن بن ناظم يعلن عن شركه بالله. حسن بن ناظم يعلن يقول مدد يا علي، وعلي مات رضي الله تعالى عنه عليه سلام الله، لكن الرجل الزائغ يعلن عن شركه بالله على الفضائيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب، وأنت طيب، تفضل. بقول لحضرتك، هل في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو صام 9 من ذي الحجه، يعني احاديث باسانيد صحيحه او في سيره؟ احذف هذا الولد يعني. نعم تفضل. بقول لحضرتك، هل في احاديث او في سيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام 9 من ذي الحجه؟ طبعا يوم عرفه معروف، الثمان ايام بقى من يوم 1 لـ8، في حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو صامهم، ولا هي تعتبر من فضائل الاعمال؟ هو في حديث في الباب من طريق هنيدة بن خالد
مرة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، مرة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة عن زوجته، مرة عن أمه، عن أزواج النبي أيضا، ما ترك النبي صوم العشر في بيتي قط، في بيتي قط. ورد هذا الحديث، عفوا، ما ترك رسول الله صيام العشر في بيتي قط، يثبت، وعائشة نفت ما صام النبي العشر في بيتي قط. حديث عائشة أقوى سندا، الحديث النافي أقوى سندا، والثاني متكلم فيه. وبعض العلماء يقول نجمع بأن نقول كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا، هذا الذي عندي في الباب. أما الصوم فعمل بر. سلام. مسعود خطاب يسأل عن حكم صيغ التكبير الطويلة. لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي مسعود أي صيغة من صيغ التكبير، إلا التكبير عموما، إلا التكبير عموما، لكن لم تثبت عن النبي أي صيغة من صيغ التكبير. فالأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، اتفضل. لو سمحت يا شيخنا، عندي والدي شخص عديم المسؤولية وغير مهتم بأولاده، ولا يساعد أولاده ماديا ولا حتى معنويا، وليس منه منفعة في أي شيء. ويستطيع العمل ولكنه لا يحب العمل. ألم يكن الأولى أن يكون هذا السؤال في الهاتف الخاص أحسن من التشهير بأبيك على الفضائية؟ حضرتك يا شيخ، هو يعني ما أعتقدش إن حد سمعني أو حد يعرفني. ماشي. هو يا شيخنا بيستطيع العمل ولكنه لا يحب العمل ولا حتى ليصرف على نفسه، ويريد المعونة من أولاده، فما العمل؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يا أبي، إذا وسع الله علي سأعطيك، لكن يا أبي انصحه بالرفق واللين. أصر على ما هو عليه. هو يستطيع العمل. بقول لك أصر على ما هو عليه، إذا أصر على ما هو عليه يعطي اليسير مع النصح. بارك الله فيك. شكرا. أياك. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. هذا الجلاد، الله المستعان، صلاة حديث الأيام دول آية، تلك الأيام ندعو لها بين الناس. الذي مات في حادث سير يعتبر من الشهداء الخمس، نرجو الله له ذلك، لأن النبي قال صاحب الهدم شهيد. هل قالوا إن النبي كان يفطر يوم عرفة؟ نعم، في الحج، في الحج أفطر يوم عرفة حتى يراه الناس. ونحن نقول هكذا، نقول إن يوم عرفة يستحب الفطر للحجيج، أما غير الحجيج لا. فضيلة الدكتور عصام جاد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسددك الله يا أبا مصعب، وكشف الله عنكم كل كرب وكل بلاء، ورد مصعب سالما، اللهم آمين. قل منزلنا مشارك في بنائه أخي بماله الذي يقتضيه من عمله في السياحة، وندوري الثالث العلوي الذي سوف أبنيه من مالي حتى أتزوج وأسكنه، هل منزلي حرام؟ لا، هذه قضية تسمع عن قرب، لأنك استفدت بالأرض. هل لك إخوة آخرون أم لا؟ هل بنى أبوكم شيئا من البيت أم لا؟ هذه قضية تنظر عن قرب باستفاضة. يقول إذا كنت أصلي خلف الإمام وظهرت عورته، هل أعيد الصلاة أم ماذا؟ استر له عورته. السلام عليكم. السلام. انتظر من إتمام السؤال فقط، ذكره بستر العورة، أما صلاتك فصحيحة. تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. تفضلي. مزيد اهتمام بالحجاج.
لا شك مزيد اهتمام بالحجاج. ما يريد هؤلاء، ما يريد هؤلاء يقوله ربي سبحانه وتعالى، ما يريد هؤلاء يعني مباهاة للملائكة بالعباد الصالحين، لكن نرجو رحمة الله أنما كنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. ويقول عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ويقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. نعم. السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت، أنا لو زوجي كان خد كارد ربوي وبعدين خدناه على جهالة وتوبنا، يعني ندمنا وتوبنا على الأخذ، فجالي أنا مبلغ من المال، فأنا أعرض عليه، هو ما طلبش مني، أعرض عليه إن نسيب الجزء ده ونقفله مع العلم إن البنك مش هينزل فايدة. يعني عفوا أعيدي سؤالك. وتبتم من القرض الربوي. وتبنا منه وتبنا يعني الحمد لله. الحمد لله. ومع ذلك بعد ذلك. بعد ذلك هو لسه موجود بيدفع إقساط، بيتاخد إقساط من البنك. طيب. أنا جالي مبلغ ليه يعني؟ إيه. هل أنا أعرض عليه أقول له يعني يسد ال حتى لا تزداد الفوائد الربوية، أو أن الفوائد ثبتت ثبتت. الفوائد ثبتت مش إذا لم تنزل خلاص دعيه يسدد من ماله. ما الحكم في العام، ما حكم العمل في أوبر وكريم مع العلم أن اللواتي يركبنها أغلبهن نساء؟ إذا كنت في مدينة داخلية والناس يرونك فالخلوة منتفية، لكن إذا كنت في منطقة فيها فراغ وخلوة حينئذ ستقع في ستقع في الخلوة المحرمة، والله أعلم. إذا كان بإمكانك الاختيار اخترت. الله يعافي الشيخ منصور رياض ويبارك فيه وفي ذريته. ماذا تسأل يا هاني الشنواني؟ ما وجه سؤالك بالله؟ ما رأيت سؤالك. من دام في نصيحة زوجاته بارتداء الحجاب منذ 10 سنوات ولم تستجب، هل عليه شيء؟ غير عتبة بابه. هل يجب تقسيم الأضحية 3؟ لا يجب، على المتيسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. الحمد لله. أسألك بالله الدعاء لابني بالشفاء. الله يعافيه وثبتنا وإياك وإياه يا رب. هل يجوز الجمع العقيقة؟ هل يجوز ايه جمع العقيقة والاضحية ايه؟ هل يجوز جمع العقيقة والاضحية شخصين مختلفين في نفس البقرة؟ العقيقة والاضحية لشخصين مختلفين. يعني انا هعق عن ابني. ما هو العقيقة سبعان عن الولد. سبعان. والاضحية سبع، فالنصف يجوز. يجوز. ايوه. قل أبوه متزوج على أمه، هل يحق لها مطالبته بكتابة بيت الزوجية باسمها؟ ليس، لا يحق له ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى معلش كان عندي استفسار بعد إذنك. إذا كان في جماع بين الزوج والزوجة، بعد الجماع ينزل فوائد من الزوجة، وأوقات يجي وقت الفجر أو هي لو اغتسلت يفضل ينزل فوائد برضه. يتوضأ إذا اغتسلت ونزل منها ماء الرجل تتوضأ. السلام عليكم. ماذا تفعل من أعمال الحج من قدر لها عفوا؟ ذهب السؤال. بسم الله، حديث بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الخروج من المنزل في سندي علة، ولكن استحبه العلماء في فضائل الأعمال. التمويل العقاري فيه شروط ربوية، البعد عنه أسلم للدين.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكملت السؤال يا شيخ، انت كلمتك من شوية فقط. انا لو الزوج كان واخد قرض ربوي اجبتك بانك لست بملزمة بالسداد ولا مستحب لك ذلك، لان انت زعمت ان الفوائد الربوية كده كده باقية لن تزيد. باقية لن تزيد، فعملك لن يؤثر بشيء. وليس بواجب على المرأة أن تسدد ديون زوجها. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ خلف. محمد رفقت، هل يأخذ بالضعيف فضيل الأعمال؟ أخذ به بعض العلماء فضيل الأعمال حكم تعزية النصراني، ممكن تعزيه لكن بصيغة لا تخالف الشريعة. الله يرزقك الصبر، الله يرزقك ويهديك نحو ذلك. امرأة خياطة تسأل عن حكم تفصيل البناطيل للنساء، إذا كانت النسوة يلبسن وفي البيت لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، أنا في سؤال كده لو سمحت. دلوقتي أنا لو أنا ماشي في منطقة مهجورة أو ما فيهاش حد أو أيا كان يعني، وطلع عليا مثلا ثلاثة بلطجية أو اثنين وعايزين ياخدوا فلوسي أو كل اللي معايا، فدلوقتي أنا هل أنا بقى أديهم اللي معايا ولا أدافع عن نفسي ويقتلهم يقتلوني، ولا أقول ولا أترككم بأيديكم إذا استهلكوا؟ لا، عفوا عفوا عفوا، سئل النبي عن نحو هذا، يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. لكن دفع بما دون القتل مطلب، يعني لا تركز على القتل، ادفع بما دون القتل قدر استطاعتي. بارك الله فيك. يعني كده في مضمون السؤال اللي جات السؤال ان انا دافع عن نفسي. لا كذلك، لكن لو الامر سهل معك 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه الامر سهل، ممكن تضحي بهم. لا طب هي كده هو المضمون ان انا الفلوس طبعا اصلا قدر المفاسد والمصالح، يعني اذا كان مثلا في جيبي 100 جنيه وهم يريدون اخذها، هل هذا اولى او الاولى ان انشئ قتالا لا ادري توابعه؟ حتى تنازعت، ولك ايضا انت الا تعطيهم ولا قرش واحد. لك ذلك. لك ذلك ان استطعت، ان استطعت. يعني لو اكثر من شخص مثلا. ما انا قلت لك لو استطعت، خليك عربي تفهم اللغه العربيه جيدا الله يكرمك. تمام. لا اتكلم بالانجليزي ولا باللاتيني. سلام. مرحبا يا ابنتنا تسليم، وفقك الله. هل الزوجة إذا ساعدت الزوج في قضاء الدين يعتبر صدقة؟ هي صدقة، هي صدقة منها عليه. لو شخص أراد أن يضحي وعنده ظفر يؤذيه، هل يجوز له أن يقصه قبل ذبح الأضحية؟ يعني المكروه ذاك مكروه فقط، لكن هو الأولى أن يتصبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أريد أن أسأل حضرتك سؤالين فقط. تفضل. السؤال الأول في حديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أنا أختار أن هذا الحديث من أول كلها في النار لا يصح. نعم. هذا تدينني في هذا الخبر ان الحديث من اول لفظة كلها في النار لا يصح. كلها في النار لا يصح. هذا اختياري لهذا الخبر. نعم. طيب السؤال الثاني، حديث من تعدى على عذاب الجارية، هل هو صحيح؟ او فيه نظر، فيه بعض الضعف. حديث أبي. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. أخوك مصطفى تفضل. لو سمحت كنت عايز أعرف تفسير قوله تعالى الحج أشهر معلومات وفي أي شهر حج النبي. الحج لا ينعقد إلا في أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فمعنى ذلك إذا عقدت قلت لبيك اللهم لبيك في رمضان ليس هناك عقد، ليس هناك حج، لا ينعقد في رمضان. طب وفي أي شهر حج النبي؟ لازم يحج النبي حج، كل المسلمون يحجون في ذي الحجة، لكن متى بداية حج النبي؟ خرج من المدينة يوم الرابع الخامس والعشرين من ذي القعدة. الخامس والعشرين من ذي القعدة. يعني أفضل حج في شهر. وصل إلى مكة في الرابع من ذي الحجة. فهمت؟ نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. من قدر لها الحيض يوم عرفة ماذا تفعل؟ تفعل كل ما يفعله الحاج يوم عرفة. كل ما يفعله الحجيج يوم عرفة تفعله. وعائشة لما حاضت قال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. بارك الله فيكم يا أهل كردستان. الدعاء للكافر بتوسعة الرزق والسعادة في الدنيا هذا جائز؟ التوسعة يجوز. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أما إذا كان الكافر يستعين بهذا الرزق على كفره أو على أذى المسلمين لا يجوز. لكن كان الكافر في كرب ويؤمل أن يهتدي فجائز ندعو له. ما حكم نظارة الشمس للفتيات؟ لا مانع من ذلك. اسمها شمس أظن. شمس لا مانع يا شمس من نظارة الشمس للأخت الشمس ولغيرها من الفتيات. هل يصل سبب قراءة القرآن للأموات؟ لو كان يصل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد أن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شيخنا. وبك أهلا وسهلا. حياكم الله ربنا يبارك فيك يا شيخ. وحياك تفضل. نازل لنا في سؤالين. سل. امرأة توفيت اليوم وكان قد أجري لها عملية جراحية بالأمس وتم إزالة بعض الأعضاء كالمعدة يعني وأجزاء كده من الجسد ثم دفنت وماتت يعني بعد ما دفنت. فبيسألوا هل يخرجوا الأجزاء اللي دفنت فيه ويدفنوها مع الميت ولا يتركوها كما هي؟ يتركوها كما هي. كما هي أفضل. نعم. طيب شيخنا لو كانت أوصت ألا يدخل عليها أحد معين يعني لأشياء كانت بينهما أثناء الحياة هل تنفذ الوصية أم؟ يعني إذا لم يكن إبعاده سيولد مفسدة وفوا لها بالوصية. أما إذا كان إبعاده سيسبب مفاسد أعظم فلا نريد أن يلحقها إثم تلك المفاسد. بارك الله وفيكم وإياك حبك الله. يقول توجيه كلمة لمن يأتي بأضحية الجزار ليذبحه الجزار لا يصلي. ينبغي أن نتحرى المصلين، ولكن لو قدر وذبحها غير مصلي الذبيحة حلال أيضا. تارك الصلاة عند جمهور العلماء ليس بكافر، لكن نحب الصالحين ونحب أن يذبح لنا الصالحون. بارك الله فيك. لكن إن قدر وذبح غير المسلم عفوا غير المسلم ذبيحته لا تحل إلا الكتابي. إن قدر وذبح رجل لا يصلي فالذبيحة حلال إلا إذا كان جاحدا. وقد فصلت في هذا على فتوى على هذا الموقع وعلى اليوتيوب، نزلت على اليوتيوب يا عبد الرحمن أو لا؟ فتوى ذبيحة تارك الصلاة موجودة على الفيز من أيام مضت. السلام عليكم. لكن علينا أن نتحرى الصالحين يذبحون لنا خروجا من أي اختلافات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
ثلاث أسئلة. سل الأول بس ممكن حضرتك تدعي ليا ولوالدي ولإخواتي. الله يوفقنا وإياك والدينا والديك يرحمهما ربي، ويوفقك وإخواتك وإخوانك وإخوانك والسامعين والسامعات يا رب. جميل. السؤال الأول، لو قرأت سورة قصيرة من في الركعة الثالثة أعمل إيه لو كنت منفرد ولو كنت إمام؟ ما عليك أي مشكلة، كيف يعني؟ ما في أي مشكلة، تقرأ ولا تقرأ سورة بعد الفاتحة وكل هذا على الجواز. ها؟ ما تقولش سهو سجد سهو. ها؟ لا لحظة عبد الرحمن، يعني في غلط، هل تجوز ذبيحة تارك الصلاة وهو كافر؟ وهل هو كافر؟ في نقص كلمة هل. أي. الثاني، الأولى في يوم عرفة القرآن ولا الدعاء؟ كله الأولى، والله الأولى التهليل والتكبير ونحو ذلك، لكن لو فعلت شيئا آخر كله في خير وبركة إن شاء الله. السؤال الثالث، لو أنا بصلي ووجدت إن في بقايا أكل في صلاتي أعمل إيه؟ ولا تعمل شيء. النبي عليه الصلاة أقيمت الصلاة وكان في يده كتف شاة يأكل منها، فدخل في الصلاة ولم يتمضمض، خلاص. ألف سلام عليك وإياكم. عدد ركعات سنة الظهر القبلية، أحيانا كان النبي يصلي ركعتين قبل الظهر، أحيانا كان يصلي أربعا قبل الظهر. هل خلاف سائق في الجمع بين العقيقة والأضحية؟ سائق إن شاء الله. لا بس عفوا، في بقرة يعني سبع بقرة أضحية وسبعان عقيقة عن الولد وسبع عقيقة عن البنت. حبك الله، حبك الله يا إيمان بنت هادي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا اتفضل. نعم. كل ما بشوف والدي في المنام بشوف ان هو تعبان مريض جدا. ابوك في حياته كان صالحا؟ نحسبه كذلك وانا ازكيه. خلاص، ممكن يكون من الشيطان لازعاجك، وان اردت ان تتصدق عن ابيك افعل. جزاكم الله خيرا. اياكم. اعرف ان فريقا من علماء الحنابلة يقولون بكفر تارك الصلاة، خاصة المعاصرين الذين غالوا في هذا الباب، إلا أن جماهير العلماء على التفصيل في تارك الصلاة، وأنه لا يكفر إلا إذا جحد. الأدلة مبسوطة في عدة كتب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اتفضلي. حكم صلاه التسبيح لو اصليها انا او المتوفي، لو والدتي المتوفيه يجوز؟ صلاه التسبيح الحديث الوارد في شانها ضعيف. نعم. اصليها ولا ما اصليها؟ والله انا يعني ما عندي اديته ان سندها ضعيف. ان صليتيها لكون بعض العلماء يقول بالعمل بالضعيف فضائل الاعمال لك ذلك. نعم. وحفظك الله يا أبا عبد الرحمن. الله يبارك فيك يا أحمد بن علي، دعكم الله بالصحة يا رقية. رجل طلق زوجته فقام أهلها بتكتيبه وصلاة أمانة بأربعمائة ألف جنيه، هل يجوز لهم ما فعلوه علما أنه تزوج لمدة 13 فقط ولم يؤذيها؟ ما أدري، ملابسات القضية تسمع من الأطراف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يديك الصحة. وإياكم. معلش بس عندي سؤال لحضرتك. في سورة العنكبوت يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عام. الفهم يعني اللي أنا كنت فاهمه اللي هو 950 سنة. تمام؟ لكن سمعت يعني، فقلت أتأكد من حضرتك يعني، سمعت يعني إن هو إيه مكث فيهم ألف سنة، والسنة هنا يعني معناها ان هي الشدة، وان السنة ديت يعني
السنة لما تبقى فيها صعاب وشدائد يصوم. من المخرف اللي قال لك هذا الكلام؟ خطأ قولا واحدا. نعم قد تطلق كلمة السنة، اللهم إني عليهم بسنين كسن يوسف سنوات الشدة، لكن الأصل في السنة النهي العام، ما تخرج إلى معنى آخر إلا بقرينة. ناس الله يكرمك، أمور غريبة. والآية في معرض صبر نوح صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. حضرتك الشيخ مصطفى؟ نعم أخوك مصطفى تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا رب. أنا جيت لحضرتك امبارح وسألتك عن مسألة مواريث اللي هي أي نعم، توفى وترك أبناء أخ شقيق. نعم. وبنات أخ شقيق. نعم. وأبناء أخت شقيقة وبنات أخت شقيقة. نعم يا شيخ. أبناء الأخت الشقيقة وبناتها ليس لهم شيء، وبنات الأخ الشقيق ليس لهم شيء، إنما ينفرد الذكور بأخذ المال. نعم لعلك سمعتني، وجزاك الله خير يا أبا مصطفى الرويني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. تفضل. اتفضل. انا والدي امام مسجد ومعاه فلوس تبرعات الملك. تمام. سؤال خاص يعني؟ عفوا. يعني ما تسويهم ترفع السماعه. لا اتفضل. نعم. المهم والله يعني لا تعود لمثل هذا الصنيع، لكن ما دمت ستسددهم الحمد لله. سمعك الله. شكرا يا حسن يا أبا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. زي ما تعب الصحة والعافية يا شيخ. وإياك الله يحفظك. كيفية الشيخ نجمع بين قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب كأهله؟ الميت يعذب ببكاء أهلي عليه إذا كان البكاء من سنته. أولا عفوا لابد أن نفصل في البكاء هنا. أولا البكاء المصحوب بالعويل والاعتراض على القدر. أما دمع العين وحزن القلب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم ابنه إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة لما قال سعد تبكي يا رسول الله لما قبض ابن ابنته، قال إن الله لا يعذب بدمع بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فالبكاء المصحوب بالاعتراض على القدر والمخالفات الشرعية إذا كان الميت سار على هذا النهج وجاء أبناؤه وبناته يسيرون على سنته فهو سن فيهم سنة سيئة فيعاقب للسنة السيئة، وإذا كان قصر في تعليمهم أيضا قد يعاقب على تقصيره في تعليمهم والله أعلم. طيب يا شيخ، يعني لو الشيخ واحد لو أوصى إن هو بريء من هذا الأمر يعتبر كده بريء أمام الله عز وجل من هذا الأمر يعني؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحسن ختامنا جميعا يا شيخ. وإياك يا رب يحسن ختامنا وإياك يا رب. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا فضيلة الإمام، كل عام أنتم بخير. وأنت طيب، الله يبارك فيكم. مولانا فضيلة الإمام، عاوز أعرف حكم هذا الكلام. يقولون يا ربنا يا عالي انصر مثلا الفريق الفلاني. يعني الشباب يا مولانا يقولون يا ربنا يا عالي مثلا انصر الاهلي، انصر الزمالك. والله عاوز من حضرتك يا مولانا نصيحة لهؤلاء. والله يا اخي الكريم، أنا لا أحب الدعاء في مثل هذه المواطن، لأن هذا كله عبث ولعب، وبعدها ستوقع الناس في اعتراضات كثيرة. هذا الدعاء سوء أدب مع الله يا مولانا. أي مثل في تعارض الآن، واحد من أهل الزمالك يقول اللهم انصر الزمالك يا كريم، والثاني في الأهلي يقول اللهم انصر الأهلي يا كريم، وكل هذا عبث. على لفظ يا ربنا يا عالي يقولون كذلك. أيوة. العلي هو الأعلى، العالي لم يثبت لفظه، العالي المتعال هو الثابت. طيب العلي والأعلى ثابتة، أما العالي الله هو العالي، الله هو الأعلى الأصح. نعم، ماذا عندك؟ حكم العبث ده مولانا ايه حكمه؟ والله لو الامر بيدي لمنعته، لكن ماذا نصنع؟ جزاكم الله خيرا يا مولانا. وياكم. حول الحب والبغض للحب والبغض في الكرة وللفرق. انتبه يا شيخ حسن، الناس حولوا الحب في الله والبغض في الله إلى الحب في الفريق الفلاني والبغض في الفريق الفلاني. والله لا يشرفنا هذا يوم لقاء ربنا أبدا، ولا يسعدنا يوم أن نلقى ربنا وصحيفتنا فيها كلام كذا. الحمد لله صحيفتنا ليست بملوثة بهذا الدنس، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤالين يا شيخ العديم. لما يكون ايه؟ نعم؟ فلوس الزكاة، لما يكون واحد معاه 30,000 ومعاه 20 ناس، يصير كده ابيع ولا ابيع زي زكاة ودي زكاة؟ 20 عفوا 20 ايه؟ 20,000 و30 جرام ذهب. لا 20 مثلا او 25. ما وصلت النصاب. يعني الفلوس لها زكاة؟ كله مع بعض يحسب على انه فلوس، ما بلغت النصاب. يعني الذهب يتضمن مع الفلوس؟ ايوه، لكن حتى لو ضممنا الذهب مع الفلوس ما بلغ هذا وذاك النصاب. طب حتى لو 50,000 مع 25 جرام؟ مش عارف جرام الذهب بكام الايام هذه؟ ما ب700 او حاجة. 57 ب35 و25 ما بلغت النصاب ايضا. ما بلغت النصاب. النصاب 97.8 جرام من عيار 21، من عيار 21. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال بعد اذنك. اسأل. انا شغال في مطعم، اعطاني جزء من الراتب. من اعطاني؟ واخبرني ان انا ما اخبرش صاحب الحلال بهذا الامر. يعني من الذي اعطاك؟ المدير المسؤول. ما تخبرش صاحب الحلال، لماذا يعني؟ ما السبب؟ لم يقل لي السبب، وقال اذا سالك قل لم اخذ شيء. وسالني صاحب الحلال وقلت له لقد اعطاني. احسنت. هو قدره كذا. احسنت. هل اثم؟ لا تاثم، انت قلت الحق.
مرحبا بك يا شيخ علي الجعيدي والشيخ محمد القاضي، وفقكم الله لكل خير، والسامعين والسماعات. عبد المعطي الأخرس يسأل عن خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، في سند ضعف لكن عليه عمل العلماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا مولانا. وأنت طيب وبخير وعافية. عندي وأنا بس سؤالين. سل عما بدا لك. أول واحد يعني هو حصل معايا النهاردة كده موقف، كنت أنا قاعد في أوضتي وبقرأ القرآن الكريم، كنت قافل الباب بالترباس. أيوة بعدين؟ فكان في حد بينده عليا. إيه؟ أنا ما سمعتوش. ماشي وبعد؟ قاعد يزعق ويخبط على نفسي، أنا خدت بالي بفتح الباب. إيه؟ مايل أنت مش سامع يلعن وسد الدين مرتين. ماشي، وانت تعرفه الشخص ده؟ اه. طيب والسؤال؟ ما يعني ما حكم الشخص ده يعني هل هذا مجرم؟ هذا مجرم، مجرم سباب الدين، مرتكب كبيرة، بل يكفر بهذا السب الا اذا تاب. يعني لو كان مثلا على حالة غضب، غضب ولا مش غضب، يتوب الى الله ويشهد الشهادتين من جديد. مرتكب كبيرة كفر، سب الدين كفر، عليه ان يتوب الى الله ويشهد الشهادتين من جديد. والسؤال الثاني يا مولانا، انا عندي بس يعني استفسار بشان ما الفرق بين العقيده السلفيه والعقيده الاشعريه؟ يا سلام، الفرق واسع شوي، يتضمن في ان هؤلاء يؤولون ايات الصفات ويقولون اختصارا ان الله ليس له مكان، عدد منهم يقول كده، ونحن نقول الرحمن على العرش استوى، كمسلمين نقول بكلام الله سبحانه وتعالى، لما نحب نتسمى إلا بالذي سمانا الله به، المسلمين المؤمنين عباد الله. لأن يعني برضو مستغرب برضو، لأن هو السماء رفعها وضع الميزان والرحمن على العرش استوى. أيوة الرحمن، وأين الله في السماء؟ كلام الطيب. أحسنت، قل لهم لأنهم أبواب السماء. أي قل لهم كهذا لأن عقولهم ضعيفة شوي، تجني العلاج. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. والدتي يا مولانا، جدتي والدتها توفت، هي جدتي أم أمي، والدتي يعني تشعر بالحزن، فأسألك بالله يعني أن تدعو لها يربط على قلبي. الله يربط على قلب أمك وعلى قلوبنا وقلوب المؤمنين والمؤمنات يا رب يا رب. الله يبارك. هي تسمع كلامي يا مولانا. قل لها، قل لها يا انت اسمك ايه؟ ما اسمك؟ احمد يا مولانا. يا ام احمد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، واحمد عليه الصلاه والسلام الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعز من امي وامك ومات، وقالت فاطمه يا انس أطابت نفوسكم أن تحصوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليل إبراهيم مات يا أم أحمد، والحسن والحسين مات يا أم أحمد، الحسين قتل، وأمنا عائشة ماتت، وأمنا خديجة ماتت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والحزن الشديد لن يجدي ولن ينفع بشيء. نعم. أما توحشني الجو بس. توحشك قوي، استأنسي بذكر الله، ادعو لها، إذا وحشتني اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم نور قبرها وافسح لها فيه، تصدقي عنها، هذا النافع، هذا النافع يا أم أحمد. بارك الله فيك ورحم الله أمك وأمنا وأمهات المسلمين. جزاك الله خيرا. وإياكم وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الفاضل. وحياك. شوف أنا يعني بالنسبة لصلاة الفجر يوم الجمعة، المداومة على يعني قراءة آيات من سورة السجدة، التي الآيات التي فيها آية السجدة مع جزء من سورة الإنسان والمداومة عليها، هل
يعني اخشى على ناس انه يعني يظنون ان لا تصح الصلاه الا بتلك الايام. لا لا لا، هم ما يقولون لا تصح، كله عارف كله فاهم ان هذا من قراءه سوره السجده سنه كامله في الركعه الاولى، وقراءه سوره الانسان في الركعه الثانيه سنه. ولكن احيانا بعض المساجد الناس فيها ضعفاء لا يتحملون الاطاله، فالامام يقول ربي قال فقرأوا ما تيسر منه. التنوع يا شيخنا كله جائز، لا تشدد على الخلق، الله يبارك فيك. الله قال فقرأوا ما تيسر منه، صح؟ تمام. بس كده، وهم يريدون خيرا. هل هم يريدون خلاف السنة أم يريدون الاقتراب منها؟ يريدون الاقتراب من السنة بشتى الطرق يعني. الحمد لله. الله يبارك فيك، لكن عاجزة. عاجزة، ارحمهم يرحمك ربي. السلام عليكم. شيخنا بارك الله فيك، إذا مات الإنسان. عند الدفن يقول البعض ان الدين على المتوفى عندي، فهل بذلك يكون المتوفى يعني قد يعني انقدم عليه ان يظل حتى يسدد الدين؟ سؤال الاخ الكريم، سؤال الاخ الكريم، لانه نافع يا عبد الرحمن. يقول اذا مات الميت يقوم أحد الأشخاص ويقول دين هذا الميت عندي، هل تبرأ ساحة الميت بذلك أم لا تبرأ إلا إذا سدد الدين؟ هذه المسألة من مسائل الاختلاف بين العلماء، ويرى عدد أن الذمة لا تبرأ إلا إذا تم السداد لحديث الآن بردت عليه جلده، وهذا الحديث الآن بردت عليه جلده ضعيف. ومن العلماء من قال إن الذمة تبرأ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل وسأل هل عليه دين، قالوا نعم يا رسول الله، قال هل ترك لدينه وفاء، قالوا لا يا رسول الله، قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال علي دينه يا رسول الله، علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أجنح إلى رأي أهل العلم القائلين بأن الذمة تبرأ إذا قام رجل موثوق منه وقال علي دينه، ولكن أضيف قيدا، إذا رضي أصحاب الديون بذلك. لأن ممكن واحد يقول علي دين وهو معروف لدى الناس أنه حرامي وأنه لا يفي بالوعود، ففي هذه الحال يعني تتأكد استحالة الدين من شخص إلى شخص إذا رضي الدينون، والله أعلم. هذا اختياري في الباب، وبالله تعالى التوفيق. هذا وبهذا القدر أجتزئ حامدا ربي سبحانه وتعالى، مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سائلا الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. فنحن نتقلب في نعم الله ليل نهار، وصدق الله إذ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد، أنت أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا ولك وبك آمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا،
وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلت الذي ذكرتم أيها الإخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا قائما يدعو يصلي، لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتلك أجمع دعوة وأكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، شملت خيري الدنيا والآخرة. فحسنة الدنيا كل خير فيها، عافية في البدن، صلاح في الذرية، صلاح للزوجة، سعة في الرزق، كل خير الدنيا جمعته كلمة اللهم آتنا في الدنيا حسنة. وحسنة الآخرة بالاتفاق الجنة ورضوان الله على العبد. فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كانت أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وموسى عليه السلام دعا بها أيضا، قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت خيرا لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا، وكن لنا ظهيرا، وكن لنا نصيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. يا سميع الدعاء، يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا من كل أبواب الخير يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا يا رب العالمين، وجازي كل من صنع فينا معروفا خير الجزاء.
اللهم جازيه خير الجزاء، وجازي كل من يسعى لنصرة دينك خير الجزاء، وألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا اجعلنا من المقربين، واسقنا من تسنيم، واكتب لنا الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة واليمنى والسلامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب رحيم. اجعلنا من الذين تسلم عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع يا مجيب هذا الجهد ومنك الإجابة، فتفضل علينا بها يا رب العالمين، تفضل علينا بالإجابة وأوزعنا شكر نعمك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نشهدك أننا نحبك ونحب رسولك ونحب كتابك ونحب كل رسلك ونحب ملائكتك، نشهدك يا ربنا على ذلك، ونحب أوليائك ونحب ذكرك، فارحمنا برحمتك يا رب التي وسعت كل شيء، ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.